لأنه عرض مصمم الأزياء السعودية يحيى الشري مجموعة البشري مجموعة تصاميم مستوحاة من التراث الشرقي في أسبوع الموضة في باريس. إنه الأسبوع العالمي للأزياء الراقية في باريس، مناسبة سنوية شهدت وكما في كل عام مشاركة مصمم الأزياء السعودي يحيى البشري بعرض تميز بحضور عالمي لمعجبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم. أزياء مطعمة بنقوش وزخرفة شرقية ومزينة بفصوص الزمرد والمرجان مع قبضات من العاج مطرزة بحروف ذي لون ذهبي. عرض للأزياء مستوحى كما يقول المصمم من الأسلحة القديمة في الشرق، مستوحى من جمال الأسلحة العربية القديمة، جمال النقوش. فكيف كانوا العرب يهتموا بأسلحتهم، وكأنه هذه الأسلحة اللي يعني بتدافع عن كرامتهم، بتدافع عن حياتهم، في نفس الوقت يزينوها وكأنها قطع فنية. المجموعة الجديدة لأزياء يحيى بشري ضمت 50 قطعة، 40 منها نسائية والباقي للرجال. الجمهور بدا معجبا بما عرض أمامه على مدى 40 دقيقة. يحيى البشري الحقيقة مصمم غير عادي، لأنه دخل على عاصمة النور والعاصمة الأزياء بصفته شاب سعودي موهوب بشكل غير عادي، وتجرأ على أشياء كثيرة، أولا بالشكل وبالألوان، واستطاع بثلاث أربع سنين مش أكثر أنه يستقطب جمهور عالمي حقيقة. جئت من بروكسل لمشاهدة هذا العرض الذي أعجبني بزخرفة تصاميمه. يقول يحيى انه من اوائل العرب الذين دخلوا اسبوع الموضة في باريس قبل 18 عاما، وان طموحه الان ان يدخل عالم الملبوسات الجاهزة خلال عام على الاكثر. حسين فياض قنيبر، العربية، باريس.